هذه واحد القصه واقعيه. واحد الانسان كبير عنده المال عنده البلاد عنده هذا عنده عجولاد، هذوك الجولاد واحد سميتو السي محمد وواحد سميتو السي احمد، كيخدموا مع الناس خماسه كيخمسوا عليه وكيديروا، الناس كتخدم معاه نهار اللي لهذا العام نهار العام نهار اللي جاتو الموت الناس كتمشي تطلع عليه. عيط هو على ولادو قدام الناس مجموعين، قالوا ما جاو ولادي، جاو لعندو قالوا غنوصيكم، قالوا وصينا بوانا، قالوا غنوصيكم ما تحلفوا ما تحلفوا ما تخليوش اللي غادي يحلف، اللي غادي يحلف اولادي غرموا عليه. السيد مات دفنوه، جاو الولاد بقاو تمايا، جاو ولاد الجماعه كيقعدوا مع ولاد الجماعه، دابا كيتلاقطوا ولاد الجماعه واحد كيتلاقطوا هو واحد، كيقولوا كنسالك، كيقولوا ما كتسالنيش، يقولوا اما حلف لي ولا نحلف لك، وهم باهم موصيهم ما يحلفوا ما يحلفوا ما يخلوش اللي غادي يحلف. كيبقاو يداحسوا كيجيو هما دوك الدراري يجيو كيقولوا سيدي ما واش كتسالك اش كيسالك انت، قالوا كنسالو قد القد، كيقولوا ها هي يوما غدا هكاك باش غدا هكاك باش غدا هكاك، حايدوا الدراري ولاد الجماعه بقاو كيجيو الخماسه كيقولوا ما سيدي كنسالو باكم اما حلفوا لنا ولا نحلفوا لكم، باكم مات حنا تنسالوه ملي كنا نخمسوا عليه، دابا اما حلفوا لنا ولا نحلفوا لكم. تيقول سيدي سالو سالو بوانا، قال كنسالو القد القد، تيعطيهم تيمشي هاد الخماس يجي خماس خور، تيمشي هاد الخماس يجي خماس خور. واحد النهار قال لها امي قالت العام، قالوا لها احنا خاصنا نرفدو روسنا من هاد الارض هادي، دابا الناس هادي فهمونا وعرفوا بوانا موصينا ما نحلفو ما نحلفو ما نخليو اللي غادي يحلف، غيبقاو تابعنا هكا تيعريونا. قلت لهم وليدي ديروا اللي بغيتو، ناضوا باعوا الخيمة وباعوا الدار وباعوا البلاد ومشاو هزوا بحالهم قبيلة بعيدة وشراو بلاد وشراو وبناو الخيمة وشراو البلاد وسكنوا. قالك شي خماسة داروا عطارة، داروا حميرات وداروا عطارة وغادا من قبيلة قبيلة كيسولوا كيحطروا شي يسولوا تيقولوا ما حطاتكمش هنا جديد، تلحقوا لذاك الدوار اللي هما فيه شارين فيه البلاد. قالوا سيدي هما حاطين واحد الناس هنايا، هما حاطين جداد هما عاد حطوهم مشاو البلاد هنا وحطو مشاو تيعطرو دقو خرجو عندهم عرفوهم، قالوا مشيتو هاربا نوضو عليهم الغاوشاش من ديك قبيلة. قالوا ما سيدي هاد الناس ما كيطلبو منكم والو، كيقولكم ما يحلفو ولا هما يحلفو عطيهم رزقهم. قالوا واخا سيدي شدو عطاوهم داك الرزق اللي قالوا، ولاو قالوا لهم منا قاتلو معاه، قالوا ما عرفتش اش غنديرو، غنبيعو هاد البلاد غنبيعو هاد البلاد وغادي نقطعو البحر ونقطعو البر لهي نقطعو البحر، قال اللي ما يعرفو القبيلة اللي ما يعرفوناش بيها. مشا واحد النجار دالهم الفلوكة جمعو حوايجهم، باعو ديك البلاد باعو ديك المحطة جمعو حوايجهم ركبو في ديك الفلوكة، هما دخلوا في البحر وديك الفلوكة طرقت بيهم طرقت بيهم. الدري يشد في بلانشا خرج في دوار، الدري يشد في بلانشا الاخر خرج تاني في دوار اخر، المهم شدت في بلانشا خرجت عارف الغابة بقات كتاكل الربيع، بقات مسكينة ما صارت ما تاكل بقات كتاكل الربيع. الدراري اش قالوا؟ قالوا ندخلوا للدوار هنا نخنشوا نقراو القرآن. كل واحد مشى للجامع، هذاك مشى لذاك الدوار الجامع اللي خرج فيه وهذاك مشى لذاك الدوار الجامع اللي خرج فيه. قال لك سيدي واحد النهار هو الملك جا كيتسالى وكيلقى ديك المرا في الغابه كتاكل عربية، قال لها بسم الله الرحمن الرحيم واش تي انس ولا جنس؟ قلت له اودي انا جنس مولاي محمد نشاهد. داها داها لحقها حممها طاح الحوايج لبست دوزو دوزو ديك الثلاث ايام، مشى جاب العدود وقالها وقال لهم ودي هاد المراه ناخذها، خذاها بنى لها قصر سكنها في القصر. قال في القصر كيعسوا عليه دوك القبائل تما دوك الدواول اللي تما كيعسوا كل نهار كتجي نوبه بجوج دواول كتجي نوبه في هاد الدوار هاد الدوار كيعسوا في القصر.
قالك يا سيدي ذاك النهار جات في ذاك الدوار اللي فيه ذاك الدري والعساف في ذاك الدوار اللي فيه ذاك الدري، جاو ذاك الناس المهم الدوار قالوا نصيفطوا الطلبه يعسوا حسين ولادنا، هذوك الطلبه يكونوا داخل سوق راسهم وهادي وهادي نصيفطوهم هما يعسوا. ذاك الدوار صيف ذاك الطالب وذاك الدوار صيف ذاك الطالب، مشاو مع العشيه مشاو ظلام الظلمه شويه، جا الاخر عيط له، عيط للاخر قال له سي محمد الان، وقال له تعالى عاود لي ما جاري بك ونعاود لك ما جاري بيا، وقال له عاود خليني. قالك دابا مهم حتى ودناها في القصر الشرجم هالتاقه الشرجم هذا كتصنج ذوك الدراري، قال له اودي خليني راه جيت نعاودك راه الليل كامل ما يتكملش. قال له عاش هذا، قال له لا خليني الله يرحم والدين خليني في بلاصتي. ما داك الدري الاخر مشى لعندو، مشى عندو قال له انا نجي، مشى لعندو قعدو بقى كيعاود له، قال له اودي انا كنت بوانا وها وصانا وسوانا وقالنا ما تحلفوا ما تحلفوا ما تخليوا اللي غادي يحلف، وتبعونا ولا الدوار ولا تبعونا الخماسة ولينا فدنا روسنا قبيلة أخرى ولا داروا روسهم عطارة خماسة وجاو شاد عنا ولينا عطيناهم داكشي اللي طلبوا ولينا هزينا روسنا غنقطعوا البحر، درنا الفلوكة غنقطعوا البحر طردقت بينا الفلوكة. أنا شديت بلانشي أنا خرجت في هاد الدوار أنا كنقرا في هاد الجامع وخويا وأمي ما عرفتهم فين، واش دام البحر ولا فين طرالهم. الدري سمع لي قصة عنه قال هو أنا ولي أنا أخوك، المهم فقصر تتصنف بقات تتبكي قصر مالك ذاك الحدا، قال له مالكي، قلت له ما ماليش، قال له قولي مالكي، قلت له ما ماليش أسعد أمين، قال له شوفي رقدي ولا نقطع لك راسك. رقدت الصباح فاقو الصباح قال لي قولي لي ولا نقطع لك راسك، قلت له امن عليا نقولك، قال لي قولي، قلت له هذوك الجولاد اللي كانوا عساس البارح راهم ولادي، قال له علاش ما قلتيليش في الاول بلي ما قلتيليش في الاول ملي جيتي قلتي لي اش كاين واش كاين واش كاين، قلت له واش غنقولك اسعد الامين ما عندي ما نقولك. هو كيصيفط لهم صيفط لذاك الدوار قال لهم دوك العساس اللي كان عس البارح يجي، وصاحب داك الدوار قال لهم العساس اللي كان عاس البارح يجي. داك الدوار سمعوا الهضره لانه الملك صاحب المرقاص قالوا هادو داروا شي حاجه، شدوهم كتفوهم وجايبين لهم كتفينهم وشي ضربوهم تقربوا للقصر، قالوا مساور ساو رخيو الدراري رخاوهم، قالوا يلا تشوفوا وليو بحالكم على دوك الدواور وليو بحالكم، مشاو بحالهم حياه على دوك الدراري طلعهم طلعهم لعدو للقصر، قالوا ما جنتوم، قالوا هنا سعد الامين، قال لهم قولوا كيفاش البارح، قالوا سيدي ما كاين حتى شي حاجه البارح، قالوا معاودوا اللي كنتو تعاودوا البارح، اللي كنتو تعاودوه البارح عاودوه، قالوا سيدي ما كنا نعاودوا والو، قال لهم قلت لكم عاودوا اللي كنتو تعاودوا البارح، قال له سي ها بلا من الظلمه جا هذا عيط ليا قال لي سي محمد، قلت له العام، قال لي تعالى عاودني ما جاري بك ونعاودك ما جاري بيا، قلت له ودي الا جيت نعاودك راه ما يتكملش الليل والنهار وعام وما يتكملش، قالوا ولا جا عندي بقى كيعاود لي لقيتو خويا، لقيتو خويا عندك شو بقيت انت انا وياه، قالوا صافي، قالوا كاين منا ما عرفناها فين مشات، ما عرفناها مات في البحر ما عرفناها فين مشات، قالوا لاش تمكم تعرفوها، قالوا شنا منا نعرفوها، قالوا يلا زيدوا، دخلوا مع دمهم، عنقوا مهم بقى كيبكيو مع مهم، جا الملك قال لهم اودي انتوما في الحضن ديالي انا، انتوما امكم، بقاو هكاك مع الملك، بقاو هكاك مع الملك، واحد النهار جا الملك قال لهم اجوا فهمتوا؟ ايه هذا السي احمد راه مالك، هذا السي محمد راه مالك. سي محمد راه مالك والسي احمد راه خليفه ديالو، صدق سي احمد مالك وصدق سي محمد خليفه ديالو، وتنهى القصه.